ولمزيد من التفاصيل حول اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تنضم إلينا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية. يعني جرمين، بعد التحية، ماذا لديك من معلومات حول هذا المؤتمر؟ بعد التحية، بالفعل كما ذكرت نتابع معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الاجتماعات التي تعقد اليوم استكمالا للجلسات التحضيرية. بالفعل بدأ الاجتماع 9 في تمام الساعة 1 ظهرا، على أن يبدأ بعد قليل الاجتماع 10 بحضور المقررين والمقررين المساعدين. اجتماع الأول وهو الاجتماع 9 كان فقط بحضور مجلس أمناء الحوار الوطنية، ولكن سينضم إليهم في الاجتماع القادم المقررون والمقررون المساعدون، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسات القادمة وأيضا جدول أعمال المقترح لجلسات الحوار الوطني. بنشير أيضا أنه يعني المقررون والمقررون المساعدون سبق وعقدوا اجتماع سابق يوم الاثنين الماضي، وكان هو الاجتماع الأول لهم بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وذلك من أجل التعارف وأيضا تبادل وجهات النظر، إلى جانب أيضا مناقشة التوصيات والمقترحات والقوانين واللوائح التي صدرت عن الجلسات السابقة والتي يعني عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني. ويعني كانت هذه الجلسات هي 8 جلسات على مدار الفترة الماضية، وصل إليها أعضاء مجلس الحوار الوطني إلى التأكيد على 3 محاور رئيسية للحوار الوطني، وهو المحور الاقتصادي والمجتمعي والسياسي، إلى جانب 19 لجنة لكل هذه المحاور. يعني من المقرر في فترة قريبة جدا يبدأ جلسات الحوار الوطني، والذي سيعقد طبعا تنفيذا للتوجيهات الرئيسية من أجل الوصول إلى توصيات تعود بالنفع على المواطنين. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية.